أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح ملحد الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة 18 من شهر جمادى الأولى. وأخذنا في يوم أمس في ماذا في آخر يوم أخذنا في آخر يوم بقية الكلام على أحكام الفاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لم يسمى فاعله. عندكم ما أو من؟ من كلكم؟ ها؟ ما، نعم ما أحسن من من. أنا عندي من، يقول المعلق في بعض النسخ ما أهو الأحسن، فنقرأها على هذا الأحسن. باب ما لم يسمى فاعله. والفرق بين ما ومن، ما لغير العاقل، ومن ومن للعاقل. الأصل، الأصل في كليهما، الأصل في ما أن تستعمل في غير العاقل، والأصل في من أن تستعمل للعاقل، وقد يعكس فيهما، وقد يعكس فيهما. ونائب الفاعل غير عاقل. أقصد هذا الباب ما لم يسمى فاعل، الأحسن أن يعبر فيه بما. قال: واقض قضاء لا يرد، لا يرد قائله، كالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي. قال الشارح رحمه الله: أي أحكم للمفعول الذي لم يسمى فاعله بالرفع إقامة له مقام الفاعل المجهول، مقام الفاعل المجهول، المجهول معناها الذي لم يذكر، وإلا فقد يكون الفاعل معلوما، قد يكون ماذا يا أخواني؟ الفاعل معلوما. الأصل، الأصل يا أخواني بارك الله فيكم، الأصل في الكلام أن يكون مركبا من فعل وفاعل ومفعول. الأصل أن يكون الكلام مركبا من فعل وفاعل ومفعول، ثم إنه قد يعرض، قد يعرض عارض ماذا يقتضي حذف الفاعل، قد يحذف الفاعل لعارض، قد يحذف الفاعل لعارض، فيقوم المفعول مقامه فيرتفع ارتفاعه ويأخذ جميع ماذا؟ جميع أحكامه. والأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل كثيرة، وترجع إلى أمرين: غرض لفظي وغرض معنوي. الأغراض كثيرة وترجع إلى أمرين: غرض لفظي وغرض معنوي. طيب، اللفظي مثل الإيجاز، إيجاز اختصار الكلام، مثل نظر في الأمر، نظر، نظر في الأمر،
قضي الأمر، هذا إيجاز. طيب إيش عملت في القضية؟ قال قضي الأمر خلاص. طيب أو نظر في الأمر، هذا حذف الفاعل من أجل ماذا؟ الإيجاز والاختصار. ومنها السجع، السجع في الكلام، وهو توافق الفاصلتين على حرف واحد في النثر، مثل من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. أين الشاهد؟ أين الشاهد في هذا المثال لهذا الباب؟ حمدت سيرته، أين الفاعل؟ محذوف تقديره حمد الناس سيرته. لو قال هكذا اختلت السجعة، لو أتى بالفاعل إيش يحصل؟ اختلت السجعة، لأن السجع هو توافق آخر الفواصل في النثر. من طابت سريرته، التاء مضموم والهاء ساكن، حمدت سيرته. كذلك لو قلنا حمد الناس سيرته اختلت ماذا؟ اختلت السجعة. هذا بالنسبة للأغراض اللفظية، والأغراض المعنوية كثيرة، مثل الخوف من، الخوف عليه. طيب مثل الستر، الستر عليه أيضا، واضح، ونحو ذلك من الأشياء التي تعود على، تعود إلى المعنى، تعود إلى شيء معنوي. ومثل الجهل، الجهل بالفاعل أحيانا، تقول سرق المتاع وروي الحديث، ما تعرف من السارق من الراوي، فقد يحذف الفاعل من أجل الجهل. قد أحيانا يحذف من أجل الجهل، واضح. وإلا فلا يلزم من الجهل بالفاعل حذفه، لا يلزم من الجهل بالفاعل حذفه، واضح هذا الكلام يا أخواني؟ هل إذا جهلنا الفاعل يلزم أن نحذفه؟ هل إذا جهلنا الفاعل يلزم أن نحذفه من الكلام ونقول سرق المتاع؟ لا، سنقول سرق سارق المتاع ولا زال مجهولا، والفاعل ماذا؟ موجود، ونقول روى راو الحديث ولا زال مجهولا. لكن أحيانا قد تحذف العرب الفاعل للجهل به. هذا الكلام يا إخواني واضح؟ باب ما لم يسمى فاعله. لماذا لم يسمى فاعله؟ لماذا لم يسمى فاعله؟ لأنه حذف، لأنه حذف. ونستفيد من هذا التبويب أن الفاعل ونائبه لا يجتمعان، لا يجتمعان في مثال واحد، لا يجتمعان في مثال واحد، بل ماذا؟ إما أن يكون في الكلام فاعل أو نائب عنه، بخلاف المبتدا والخبر فإنهما يجتمعان. واضح يا إخواني؟ وإذا حذف الفاعل قام المفعول مقامة وأخذ جميع أحكامه، أخذ جميع أحكامه، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ويصير عمدة بعد أن كان فضلة، ويجب أن يذكر بعد الفعل بعد أن كان جائز التقديم على ماذا؟ على الفعل. إذا حذف الفاعل وقام المفعول مقامه امتنع تقديمه. لماذا امتنع تقديمه على الفعل؟ لماذا؟
لأن الفاعل يمتنع ماذا؟ تقديمه. واضح؟ ويجب تأنيث الفعل له لمن؟ للنائب له. طيب، مثل ضربت هند، أين الفاعل؟ محض التقدير ضرب زيد هندا، الفعل مذكر لأن الفاعل مذكر، فلما حذف الفاعل المذكر وقام بدله الفاعل المؤنث وجب علينا أن نؤنث الفعل، فنقول ضربت هند، ومثله العكس إذا كان نائب الفاعل مذكر والفاعل مؤنث. إذا كان نائب الفاعل مذكرا والفاعل ماذا يا إخواني؟ مؤنثا، مثل ضربت هند زيدا. فإذا حذفنا هند وأقمنا زيدا مقامها نجرد ماذا؟ من تاء التأنيث، فنقول ضرب زيد، ضرب زيد. طيب، بارك الله فيك. واضح يا إخواني؟ القصد من هذا أن نائب الفاعل يأخذ ماذا؟ جميع أحكام الفاعل. قال: وما حكم نائب الفاعل؟ حكمه الرفع، كما أن حكم الفاعل الرفع. قال المصنف: واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع. يقضي بالرفع، ايش معنى اقضي؟ احكم. فمحل فحكم النائب الرفع كما هو حكم الفاعل. قال الشارح: واذا اريد بناء الفعل له ضم اوله مضارعا كان كما مثل به الناظم، او ماضيا كضرب زيد وكتب العهد. واضح؟ ماذا نفعل اذا حذفنا الفاعل؟ اذا حذفنا الفاعل ماذا نفعل؟ نغير صوره الفعل، نغير صوره الفعل. لماذا نغير صوره الفعل؟ لكي يظهر من اول الامر الفرق بين الفاعل وبين النائب. إذا لم نغير صورة الفعل التبس علينا الفاعل بنائبه. مثلا: ضرب زيد عمرا. فإذا حذفنا زيد الفاعل وأقمنا المفعول مقامه ولم نغير صورة الفعل وقلنا ضرب عمرو، هل عمرو فاعل أو نائب؟ هيا إخواني، لبس، هكذا لبس. لكن لو غيرنا صورة الفعل عرفنا من أول وهلة أن ما بعده نائب، وأن الفاعل محذوف، وأن الفاعل محذوف. واضح؟ يجب علينا أن نغير صورة الفعل. وكيف هذا التغيير؟ كيف هذا التغيير؟ يضم أول الفعل ويفتح ما قبل الآخر إذا كان الفعل مضارعا، وإذا كان ماضيا يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. فاشترك الماضي والمضارع في ضم الأول وافترق فيما قبل الآخر، لا بد من هذا الأمر حتى يظهر الفرق من أول الأمر بين الفاعل ونائبه. واضح؟ قال: تنبيه، لم يزد الناظم على ضم أول الفعل، ولا بد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضيا كضرب، وفتحه إن كان مضارعا كيكتب. لابد من هذين الأمرين، تغير في الأول وتغير فيما قبل الآخر، لابد.
فإن كان ما قبل فإن كان الأول مضموما مثل يكرم نبقيه على ضمه ونفتح ما قبل الآخر يكرم نقول فيه يكرم، والأول مضموم ماذا من قبل التغيير فنجعله مضموما كما هو، نغير ما قبل الآخر. قال الشارح: تنبيه آخر، أشار بقوله فيما لم يسمى فاعله إلى اشتراط كون الفعل متعديا، إلى اشتراط كون الفعل متعديا، يعني أن يكون ينصب مفعولا، يكون الكلام مركبا من إيش؟ من فعل وفاعل ومفعول. واقض قضاء لا يرد قائل بالرفع فيما لم يسمى فاعله، الفاعل حذف وأقمنا المفعول الذي لم يسمى فاعله مقامه فارتفع ارتفاعه وأخذ أحكامه. قال: ثم إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين، إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين كسقى زيد عمرا لبنا لما لم يسمى فاعله، لم يرتفع إلا واحد كما لا يكون الفاعل إلا واحدا، فانصب الثاني فتقول سقي عمرو لبنا. هذه مسألة، إذا كان الفعل المغير الصيغة تنصب مفعولين، ينصب كم؟ مفعولين. فإذا حذفنا الفاعل هل نقيم المفعولين مقام الفاعل فننصب الاسمين أو ننصب واحدا ونجعل الثاني نائبا عن الفاعل؟ نقيم واحدا مقام الفاعل وننصب ماذا؟ وننصب الاسم الثاني، إذ نقول في سقى زيد عمرا لبنا، كيف نقول عندنا أن نغير سقي عمر لبنا؟ أين نائب الفاعل؟ عمر، ولبنا مفعول ثاني، وأين المفعول الأول؟ هو نائب الفاعل. نعم، المفعول الأول هو نائب الفاعل. ومثل أن تقول أعطيت زيدا ثوبا، أعطيت زيدا ثوبا، كيف نقول؟ أعطي زيد ثوبا، أعطي زيد ثوبا، أو نقول أعطى عمرو زيدا ثوبا، أعطى عمرو، أين الفاعل؟ عمرو، نحذفه فنقول أعطي زيد ثوبا، حذف الفاعل الذي هو عمرو، وأقمنا المفعول الأول، أقمنا المفعول الأول مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه، ونصبنا الاسم الثاني على المفعولية. واضح؟ يختار أي واحد إذا لم يكن هناك لبس، كما في المتممة، ذكر هذا صاحب المتممة أنه إذا كان الفعل يتعدى الاثنين فيقام أي المفعولين مقام الفاعل إلا إذا كان هناك لبس، فإذا وجد اللبس أقيم ماذا يا إخواني؟ أقيم مثلا الآخذ، أقيم الآخذ مقام ماذا؟ مقام الفاعل، والمأخوذ نائب فماذا؟ مفعول ثاني. مثلا أعطيت زيدا أو أعطى عمرو زيدا ثوبا، هل هذا فيه لبس؟ من هو الآخذ للثوب؟ عمرو هو معطي،
زيد، زيد يسمى آخذا، يسمى فاعلا معنويا. الآن أنا أقول أعطى زيد عمرا ثوبا، من الذي أخذ الثوب؟ من الذي أخذ الثوب؟ زيد. أعطى عمرو زيدا ثوبا، من الذي أخذ الثوب؟ زيد. هذا زيد ما إعرابه؟ مفعول أول ويسمى فاعلا معنويا، هو آخذ ماذا؟ الثوب. والثوب مفعول، هو المأخوذ. فالآن هل عندنا لبس في الآخذ والمأخوذ في هذا المثال؟ ما في عندنا لبس. فسواء أقمت زيدا أو أقمت ثوبا مقام الفعل يصلح، لكن لو قلت أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، من الآخذ ومن المأخوذ؟ زيد آخذ وعمر ماذا؟ مأخوذ. قالوا نقيم الآخذ مقام الفاعل وننصب ماذا؟ المأخوذ، سواء قدمته أو ماذا؟ أو أخرته. هذا إذا كان هناك لبس. طيب، قال فإن كان الفعل لازما ناب عنه المصدر إن ذكر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين نائب الفاعل؟ نفخة، نفخة مصدر وهو نائب فاعل، والفعل نفخ لازم ما يتعدى إلى مفعوله بنفسه، لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه، بل بواسطة حرف الجر، هذا يسمى لازما، واللازم على قسمين، قسم لا يتعدى أصلا لا بنفسه ولا بحرف جر، لا بنفسه ولا بحرف جر، مثل مات زيد، هذا يسمى لازما، ما يتعدى بنفسه ولا بحرف جر. والقسم الثاني من اللازم الذي يتعدى بواسطة حرف الجر، ما يصل بنفسه إلى المفعول، يحتاج إلى واسطة. طيب، مثل نظرت إلى زيد، مررت بزيد، سلمت على زيد، طيب وهكذا، هذه تسمى أيضا أفعال لازمة تصل إلى المفعول ماذا؟ بواسطة، تصل إلى مفعولها، يعني مرة تحتاج إلى مفعول، مرة تحتاج إلى مفعول، لكن لا تصل إلى مفعولها إلا بواسطة حرف الجر، فيقال مررت بزيد، سلمت على زيد، نظرت إلى زيد، ما يقال نظرت زيدا، يقال نظرت إلى زيد، مررت بزيد، سلمت على زيد، وهكذا. سلمت من ال يختلف المعنى، أي يختلف المعنى، لو أراد بسلمت الذي هو السلام إلقاء السلام فيتعدى بواسطة، وإذا كان من التسليم يعني تسليم الشيء تعدى بنفسه. طيب، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال أو حرف الجر إن عدي به، نحو انطلق بزيد، أيضا انطلق تتعدى بواسطة، انطلقت بزيد، فإذا حذف الفاعل توصل الفعل ماذا يا إخواني؟ أو هو يصل إلى مفعول بواسطة، يقال انطلق بزيد. ما هو الذي ينوب عن الفاعل؟
ما هو الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب عن الفاعل المفعول به وهو الأول، المفعول به وهو الأصل في النيابة. الثاني المصدر. الثالث الظرف. الظرف ينوب عن الله. الثالث والرابع الجار والمجرور. هذه أربعة أشياء: مفعول ومصدر وظرف وجار ومجرور. المصدر مثل هذا المثال: نفخ في الصور نفخة. والظرف مثل صيم رمضان. صيم رمضان ونقول اعتكف المكان. اعتكف المكان وجلس أمامك. جلس أمامك. طيب نرفع يكون نائب، نائب عن الفاعل. والجر المجرور مثل مر بزيد وانطلق بعمر. طيب هذه كم يا اخواني؟ أربعة. هذه أربعة، وهذه الأربعة تنوب عن الفاعل ماذا؟ بعضها بشرط وبعضها بغير شرط. المفعول به مثلا لا يشترط فيه أي شرط، لكن الظرف والجار المجرور والمصدر يشترط فيها شروط، اشترط في نيابتها شروط. انطلق بعمرين، انطلق فعل ماضي وغير الصيغة، والفعل محذوف، والجار المجرور في محل رفع نائب فاعل. جار المجرور، الجار والمجرور، هذا على قول، هذا على قول أن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. وبعضهم يقول لا، نائب الفاعل هو المجرور فقط، نائب الفاعل هو المجرور فقط، لأنه هو المفعول، لأنه هو المفعول. طيب، ويظهر الفرق بين القولين في الإعراب، يظهر الفرق بين القولين في الإعراب. فمن قال الجار ومجرور كلاهما نائب الفاعل يعرف جار ومجرور، ثم يقول والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. ومن قال إن المجرور وحده هو النائب يقول الباء حرف جر، وعمر اسم مجرور، اسم مجرور في محل عمر وحده، اسم مجرور في محل رفع نائب فاعل، المجرور وحده. طيب، هذه المسألة ذكرها الفاكهي في تعليقه أو شرحه على المسممة، كأنه يميل إلى أن النائب في الجر المجرور المجرور فقط. يقول الجار حرف الجر لا دخل له في ماذا؟ في النيابة، لا دخل له في النيابة، وإنما النائب هو المفعول المجرور. نعم، لأنه مفعول، لأنه المفعول حقيقة، لأنه المفعول حقيقة. والقول الثالث وهو الغريب أن الجار وحده هو ماذا؟ هو النائب. الجار وحده حرف الجر، وهذا قول غريب وضعيف. فيخرج الآن عندنا الأخ يقول في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة، لماذا لا يكون الجار مجرور والنائب؟ هكذا قد أقمنا المصدر، كم الذي يقوم مقام المصدر؟ واحد. هكذا الآن عندنا
ما هو الذي يقوم مقام المصدر؟ المفعول، هكذا المفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور. فإذا اجتمعت هذه الأربعة، إذا اجتمعت في مثال واحد أو اجتمع بعضها، لك أن تقيم ماذا؟ أيها شئت، لك أن تقيم أيها شئت. وبعض النحويين يقول لا، إن كان المفعول موجودا فهو الأحق بالنيابة، إذا كان المفعول موجودا فهو الأحق بالنيابة. طيب، وبعضهم يقول لا، ما في عندنا أحق، لك أن تقيم أي هذه شئت، وهو الحق، وهو الحق، لأن عناية المتكلم قد يكون بإقامة غير المفعول، عناية المتكلم قد تكون ماذا؟ بإقامة غير المفعول. مثلا ضربت زيدا أمام الأمير ضربا شديدا، مثلا ضربا شديدا يوم الجمعة، مثلا كم عندنا في هذا المثال؟ ضربت زيدا مفعول، ضربت زيدا أمام الأمير، هذا ضرب مكان، ضربا شديدا مصدر، يوم الجمعة ظرف زمان، في داره جار مجرور. فإذا أردنا أن نقيم واحدا من هذه مقام الفاعل اختلف النحويون، فبعضهم يقول إذا وجد المفعول فهو أحق بالنيابة، معناه أن تقيم المفعول مقام الفاعل وتنصب البقية، فتقول ضرب زيد، ضرب زيد أمام الأمير ضربا شديدا يوم الجمعة في داره. والذي يقول ليس هو أحق بالنيابة، لك أن تقيم أيها شئت. فإذا أردنا أن نقيم ظرف المكان أين ظرف المكان؟ أمامه. كيف نقول ضرب زيدا؟ ننصبه على أنه مفعول به، وهو في هذه الحالة ليس قائما مقام الفاعل. ضرب زيدا أمام الأمير ضربا شديدا يوم الجمعة في داره. إيش أقمنا الآن؟ الظرف. فالمتكلم حين أن يقول هذا الكلام ويهمل إقامة المفعول يكون ماذا يا إخواني؟ يكون قصده العناية بمكان الضرب. واضح؟ أنا لما أقول الآن ضرب زيدا أمام الأمير، كأني أريد أن ألفت انتباه السامع إلى مكان الضرب. وإذا أقمنا ظرف الزمان يكون عناية المتكلم بماذا؟ بزمان الضرب. وإذا أقمنا المال يا إخواني، إذا أقمنا المصدر يكون عناية المتكلم بنوع الضرب. ضرب زيدا أمام الأمير ضرب شديد مثلا، يعني كان يقول انتبه، الضرب الذي حصل زيد ما هو خفيف، هو شديد مثلا. وهكذا. وهذا مذهب ابن مالك ومن وافقه، أن المفعول به يقوم مقام الفاعل في الغالب وليس دائما، فيجوز أن يقوم يا إخواني غيره مقام الفاعل مع وجوده. طيب،